السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا متعودين يكون معانا مجموعة من الكتب الخارجية في أول كل ترم نراجعها ونشوف المحتوى بتاعها عامل ازاي. النهاردة معانا مجموعة من الكتب المعاصر الترم الثاني 2022، هنراجعها مع بعض ونفتحها ونشوف المحتوى بتاعها عامل ازاي طبقا بآخر تعديلات عملتها الوزارة. وزي ما احنا متعودين يكون في لايك وشير علشان الكل يستفيد. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.